وسهلا. أهلا وسهلا. وهالحضرة مش لكل الناس، بس شو ذنب هالأطفال تخلق ومع سرطان؟ مش من الله، أنا السبب. هالأم الحامل كل نهار قاعدة على التلفزيون وعم ما عم تعرفي شو عم تاكلي، وهالبيت اللي منه بي، لا بي فيه ولا أم بها، خلص راحت العيلة واجت العلة. في حل؟ في واحد من شي فترة طويلة، حوالي 50 أو 100 سنة هيك شي، اسمه ال اي ايمان. كان يشتغل بالاير فورس بامريكا وهيك، يعني بايلوت كان هيك شي، طيارجي هيك شي. فصار معاه حادث، و صار معه حادث وصار في عنده تضرر جسدي كثير منه بسبب الموضوع، والاطباء قالوا انه خلص، يعني انه ما فيك تشتغل، انتهى الموضوع، يعني خلص بتقعد بالبيت، بتتقاعد، بتاخذ راتب تقاعد وانتهى هيك. بس هو خلص ما قبل، راح على بهالبيت وهيك، لكن قال بدي اعالج المشكله اللي موجوده عندي، ولانها اضرار زي كسر او هيك، يعني كيف فيلم بيسفول وورير يلي صار معه حادث سير كان قوي كثير، تضرر جسمه بشكل قالوا له ما فيك تلعب رياضه، خلص ما بتقدر تلعبها بعد اليوم، انتهى الموضوع. فقال لك لا، ما الا ما يكون في شيء. فبلش يشتغل، بلش يشتغل على حاله، ينتبه كذا هيك، بعدين وصل لشيء وطلع بالاخير صار في عنده علم اسمه بايو سيركتس. مبداه كيف شغل رايخ، انا عم بحكي هاي لانه في نقطه مهمه كثير بدي اوصل لها. حكينا كثير على شغل رايخ، وحكينا كيف كان يعالج المشاكل الموجودة عند البشر وشو هالشغلات اللي موجودة عندنا. ف وصل لهالبايو سيركت شبيهة كتير بنفس الطريقة. كيف كان يسوي؟ يقعد يقول لك يقعد على هالسرير أو على 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 يقعد يعمل ريلاكسيشن، يرتاح يسترخي، وبعدين يبلش يمشي من أصابع الرجلين لتحت لفوق، وهو هيك ما يتحرك، هيك مسترخي من أصابع الرجلين، يطلع فيهم واحدة ورا الثانية، يشوف مرتخيين 100%، مرتخيين كويس، يطلع سنتيمتر لفوق مرتخي، مرتخي، يطلع سنتيمتر مرتخي، في شد هون، هالنقطة هاي فيها شد، ليش شادة؟ ليه ما عم ترتخي؟ ارتخي، وين المشكلة؟ ارتخي هيك مثل هيك 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 هيك، بعدين يلقط ذاكرة، يلقط شيء معين، ترتخي، يرتاح، يكمل سنتيمتر لفوق، يطلع، يطلع، يمشي بالجسم من تحت لفوق، وين في شد يرخي، وين في شد يرخي، وكل شد بيحمل الذاكرة وبتطلع. يعني كتير في ناس هلا مثلا يكون في عندهم الكتف شادد، ما بلزم، بس أنا بس تمسك تقول له، بكون شادد صار له 10 سنين عنده شد بهالكتف، تمسكه بتقول له إنه لحظة شوي، ليش هاي؟ ليش شادد؟ شادد من وين جاي؟ ليش شادة؟ اسأل السؤال، ليش شادة؟ بتيجي ذاكرة، بيعرف وين بلشت، مجرد ما يعرف رخت، راحت المشكلة. فالمهم رايخ كان يركز كثير على هذا الموضوع، هو طبعا كان علمه كثير فظيع اللي هو بدخل فيه الأورجون وهذا انه كيف شو ربط هاي بهاي وحكينا عنه. بس النقطة يلي بدي أوصل لإلها، والأوشو لما بلش وكل الناس يلي بهالطريق وكل الناس يلي مشيوا بالحقيقة نفس الشيء، وين في عندك شد ارخي، وين في عندك غضب طلعه، وين في عندك شد ارخي، وين في عندك غضب طلعه، بتنضف 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 بتنضف، بينضف الجسم. ومشيت هالطريق واحنا عم نجرب وكلنا عم نختبر على حالنا وكذا من هذا الكلام، بعدين انتبهت على شغله، يا عمي في شيء على راس هذا الكلام، ما بيكفي، في شيء، لانه نظفت، فرضا في عندك غضب بسبب شخص، اشخاص، بسبب شيء، بسبب كذا، في شيء موجود، نظفت، عملت الدايناميك، غسلته، في شد، شلت الشد، رخيت كذا من هذا الكلام، راحت، روعة، عايش في جنة ومبسوط، لكن قابلت هالأشخاص ردت رجعت. يعني أوكي مو مشكلة، بدي أتعلم، ليش إجت؟ ليش موجودة؟ شو السبب؟ كيف أنظف؟ كيف هيك؟ ارجع تأمل 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 تأمل، ارتخت، راحت. رجعت قابلت، ردت رجعت. ومرات مش من نفس الأشخاص، مرات أي شخص بيمثل هذا الأشخاص، يعني ممكن تكون بالشارع تقابل شخص كذا هيك هيك هيك، يكون بيشبه بالشكل، بيشبه بالتصرفات، لشيء فيه ذاكرة ترد بترجع. شو هالاختبار؟ شو هالشيء؟
عملنا دايناميك، عملنا كذا، عملنا كذا، عملنا كذا، عملنا كذا، لكن على راس، على راس هالتنظيف. يعني لو ما عملت التنظيف، لو ما عملت الدايناميك، لو ما عملت الشد والارتخاء لازم اعمله، بس لو ما عملته على راسهم شغله يلي هي فورجيفنس. يا الله فورجيفنس، بدي اتعلم كيف اسامح. هالشيء ما بلزمني اطلع اعمل دايناميك واصيح واني انا زعلان وغضبان وكذا وهيك، اذا قدرت اسامح، اذا هالقلب خلاص I forgive you، سامحتك خلاص ما عاد في شيء، I forgive you 100% خلاص ما عاد، ما عاد I forgive you. مانترا بحكيها 24 ساعة بضلني قاعد اردد فيها. بعدين شيء عجيب، لانه I forgive you، وانت 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 وانت، بعدين بتصير تمشي بالشارع بتشوف اشخاص ما بتعرفهم، I forgive you كمان. ليش؟ لانك انت نظرتك اللي طلعت فيه ذكرتني بشيء تضايقت بسببه، I forgive you، مع انه ما عمل لي شيء، لكن هالمسامحة، هالمسامحة انه خلص شو ما صار، I forgive، I forgive، I forgive، I forgive، شو ما كان، شو ما كان، هي على راس هالعلاج يلي بده خلص يشيل هالمشاكل يلي موجودة. يا حبيبي غفران، غفران، واغفر لنا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا. من هيني أبدا، أنا بسامح بس ما بنسى، بضلني بعرف إنه هيدا حرامي وهيدا كذاب وهيدا بالأخلاق وهيدا هيك وهيدا هيك. ما بوقع بالحفرة مرتين، بس ما بدي وقع، بس إنه ما بتعامل معهم. شفت كيف؟ برجع بقول لا سامحي، لأنه لو ما عمل كذب ونافق وهيك ما تعلمت. هيك هو بعرف منين تعلمت الأدب؟ من قليل الأدب، وبسبب انا جيت على حياتي وانا رجعت على لبنان وفكرت حالي عايشه بجماعه، وصرت افكر انه يلا معلش انتوا 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 ساعدوا. بعدين شفت كلهم كذابين. الصادق رجع امريكا وقال لي رجع، قلت له لا بدي ضل بجهنم ولاقي الالوهيه بجهنم. هون المقدره، بس طول ما في مسامحه، طول ما في هالغفران موجود 100% وعلى كل الناس، ما بتصدقوا يلي بيمشي فيها بيشوف شيء عجيب. انه زي ما بقول اشخاص ما بعرفهم، اشخاص ما بعرفهم بشوفهم، او اشخاص هلا قابلته سلمت عليه خلص بتحس انه صار في شد هون، اي فورجيف يو ريليس، ما عمل لك شيء لكن ذكرك بشيء. بحاجه احنا لهذا الشيء. مر علي اشخاص كثير، لانه عملنا كثير دايناميك، عملنا كثير ثيرابيز، عملنا كثير من هاي الامور، انواع من التامل ومن التأمل حتى ومن انظف 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 اشيل كل هالمشاكل. بنام وبقوم الصبح بنظفهم، وبالنهار قبل ما نام كمان بنظف، خليها الحية تطلع. طرق كتير للتأمل، ما تروح له مطرح، بالكتب موجودين كذابين كل اللي عم بيعلموا خصوصي بلبنان. اللي بياخد مصاري بتعرف انه كذاب ابدا، كذابين، ما حدا يتعجب بهالشي. ف هالاشخاص يكون عندهم كتير كتير غضب، كتير هيك هيك هيك، ومزبوط قلنا كتير ومزبوط، بس هاي عراسها إنه الغضب يلي موجود بس أنظفه، بس أشيل هالغضب، بس أعبر عن هالغضب طبعاً لوحدي بدون ما أزعج حد، راحت هالمشكلة. هلا هالأشخاص يلي كانوا عم يجوا بنظفوا 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 بنظفوا، بيرجع المرة الثانية بعده موجود، المرة الثالثة بعده موجود، الرابعة بعده موجود. إيش هذا؟ شو هالغضب يلي كتير موجود؟ وفي ناس بيقعد سنين وسنين وبعده عم بنظف وبعده عم يصيح وبعده عم هيك. يا عمي شو القصة؟ القصة إني ماسكها، ما عندي forgiveness، ما سمحت. بعد ما ماسكها طبعاً بيضل في عندك هيك على راسها إني أسامح كل هالاشخاص، شو ما عملوا فيه شو ما سووا خلاص ريسبكت هالانسان وسامحت راحت المشكله. فورجيف ايفريبادي، هالرحمه هالكومباشن فورجيفنس. مره عملنا دوره بامريكا لإلي مش لإلك عن الفورجيفنس، واجت مره مشلوله هيك على الكراج، وحطيت بفكري انه بدها تمشي، قلت لازم تمشي هيك بطريقه من الطرق، كلنا عم نساعد بعضنا وكل واحد يقول انا امي هيك وبيي هيك وهيدا عمل فيا هيك وجوزي وكل كل كل واحد كل واحد استفرغ 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 استفرغ. انا قلت هالباب رح يضل مفتوح. طلعت هي باجريها وطلعت بالباب ومشيت، ما حدا صرخ، ما حدا قال شيء، مشيت تركوها. قمت انا شلت الكراجه كرسي تبعها وحطيتها بعيد ومشيت برمت حول البيت، واجيت دغري هني نحن قاعدين على الارض حطوا مطرح فاضي، اجيت وقعدت. ما حدا قال كنتي مشلوله او وقفتي او شيء ابدا. رجعت قامت مشيت رحت على الحمام واجيت، قلنا قومي تنتمشى يلي بيقدر يمشي، قامت ومشيت معنا.
وبعدين قالت رح قلكم سامحت جوزها وسامحت ولادها اللي إلا زمان تركته، وما شفنا إلا جوزها وولادها أجوا وهن من أصحاب مستشفى كبير، وكانت هي معه كمان ممرضة وشافت شو عم بيعمل بالناس. قالت له أنا ما بقبل هيك، إجي هالشلل. قعدت بالبيت، إجت لعندي مشلولة وقال لها رح سكر المستشفى. بس سامحت، راحت المشكلة. هي على راس كل شيء إني هالفورجيفنس، بدي أسامح، ما بخلي بقلبي شيء. ويلي بيسامح مش للشخص يلي قدامك، يعمل يلي بده إياه، بس لما أسامح لنفسي أنا هالمسامحة لكل شيء، لكل البشر، لكل شيء، أي شيء بذكرني أي شيء كذا، خلاص I forgive you، انتهى الموضوع. Forgive. Forgive. Forget. For. هالشد يلي موجود فورا ارتخى، بصير في trust، بصير في خلص. مشان هيك بس بترتاح. قال له أريحنا يا بلال، هالراحة عملتنا هارموني، تناغم مع الكرة الأرضية، مع الكواكب كلها، وهالعالم، هالوجود فينا، من ولا بالكتاب ولا شي هون، وين ما كان، أينما توليتم فتم وجه الله. فتش وين ما في الله. قال لك نفتش وين في الله؟ لا، فتش وين ما في الله. هالألوهية فينا بالمريض وبالعدو، أكبر عدو قال له هو بين الضوعة، كون انمي از انمي، هيدا الجهل، إنسان عدو ما يجهل. بدأ قوة، بدأ قوة. حتى الحبيب اللي قتله عمه قال له أنا أسلمت وهيك، قال له بسامحك بس إن من حقي إني ما بحب شوفك. نرجع نعيش إحساسنا. هند يلي قالت له هالقد عندك غضب؟ سمح، قتلت له أكلة الكبد. يعني كلنا عنا غضب، بس من حيوات، من مشاكل، من هيك كلنا إياه. بس لما أسامح خلاص ما بعد شيء. وانت بتسامحه، وانا بسامح بنتي واختي وخيي، وانت بتسامحهم وهو بتسامح، ما بيقبلونا، هيدا دورهم. وسامحهم لانه ما قبلوا. نعم. ما يكون في بقلبي ولا شيء. انا لاهلي، لبنتي، لكلهم، منا بنتي يعني اهل بالطريق كلنا. بسببكم انا وصلت لهاللحظه اللي انا فيها، بشكركم. لو ما يكون ما تعرفت على اهل البيت يلي حدي جوانحي. كنت بقيت بهالمجتمع عجقة وصرصرة وحديث وجلق وطلق، ما فين اطلع من البيت، عنا هي كبسة زر، وعنا منتواصل مع بعضنا يعني بس. والله بيرزقك الصادق، الله بيرزقه. حطوا صدقاتكم وزكاتكم في بيت الله، من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله. قريبا إن شاء الله يكون عنا أرض، ومنشكرك بقلبي انت وبيك وجدك عبد الله الهاشمي، احلى لقب كله، خادم الحرمين. كل واحد اسمه عبد الله، كل انسان خادم الحرمين. اذا بالاردن ما بده يكون عندنا بيت الله، وين راح يكون؟ المسيح مرأ كل الانبياء، في كثير اولياء موجودين بالاردن. بنكون بحمايه الله وحمايه باعتمادك يا رب في نهر الأردن، أمنا الأرض، بلاد الشام واليمن. الأردن بالنص، ما هي هي اللي جامعة الطرفين. الله يقوي كل الشعوب العربية. يعني هلأ عم نمر باختبار، والوعي هو المفتاح. سوريا يعني كلنا بندعي لهالبلد، لهالشعب، لهالناس، إنه انتبهوا على هالفتنة اللي عم بتمروا فيها. فتنة كتير 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 قوية اللي عم بيصير فيها بسوريا. بحمد الله وإن شاء الله دايما هيك الأردن بيرفعوا الراس. عندنا ضغط كتير، وعندنا صعب كتير الحالة المادية يعني مع الارتفاع وكذا، والحق مش علينا. طبعا الحق أكيد على كل الناس، إنه كل واحد لازم يعمل his best، لكن انتبهوا إنه هالدول اللي بتسمي حالها إسلامية، يا عبي شومي اللي بترولها بيطلع ببلاش لأمريكا وإسرائيل، وما في إشي اسمه إسرائيل، وبيجي للعرب بمصاري وبإذلال كمان. يا عبي الشوم عليكم، الحق عليكم، انتم بتتحملوا هالمسؤوليه، هالذنب عليكم. بشخير الموضوع بدنا ندفع، ونحن اللي بنزقف الكون وبننتخبكم يا عار العالم، وجها لوجه قولوا الحقيقه. جهل الجهلاء من تقصير العلماء. انا فت على بيوتكم من باب المطبخ، طلعت من بيت بالاخ عليكم. بالاردن كل البطانه منا صالحه، طالحه حوالي كل الامراء والملوك وكذا. يا عار العالم، يا عار العالم، بطلبها منك نازك الحريري، ابنك وابني واحد يعني. انت شفتي اشارات اللي بتهد الاقتصاد العالمي يا مريم.
رفيق الحريري، عندك تلفزيون، حطوا ساعة لله بمحطاتكم كلها، بنجي ماشي وما بدي شي منكم. الله بيرزق، اعطوني الحرية اللي موجودة هون، أوقات بيعملوا بيب 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 يعني، بس ما بتكون من هون، ما أدري منين بتكون، من غير مطرح، بس عار العالم محطاتنا 24 ساعة بخدمة عزرائيل. بالأردن ما بنقبل أبداً يجي شخص يصير يكون في إزلال أو يكون في كذا، يعني مثلا بالدول الخليجية وشي مثل هيك بيعرفوا، ما في، ما بيحكوا ولا كلمة، بيجوا من الدول العربية من هون من هون بيعملوا فيهم يلي بدهم إياه، من الأردن ما بيقدر يحكوا ولا كلمة معهم. بيعرف لو أنا بحاجة هالعمل حاجة ماسة، إذا بتحكي معي كلمة منا مناسبة عليك وعلى شغلك ما بدي شيء، بطلع خلص ما في، وبيبهدل وبيمسح الأرض فيه. لو مش بحاجة مالك ما بدي منك شيء، الحمد لله شيء بيرفع. بعدك حي بقلوبنا مالك حسين، وقت اللي خبروه شو بتعمل فيك المكانات وهيك وهيك، قالوا انا بدي شيلها من الاردن ومن كل الام العربيه، قالوا له من الاردن في بس من الام العربيه لا، قال لهم انا عربي ومن كل الام العربيه بدي شيلها، قالوا له ما بتقدر ولو كنت ملك، لانه اللي حاكمه هي الاف دي اي، بس انت فهمت فيها وعرفت فيها بس ببلدك فيك تشيلها عن المطار والمحلات، موجودة بالمطارات، موجودة بالسوبر ماركت، موجودة في عنا سوبر ماركت بلبنان بياخدك وبتشوفه لواحد كويتي، الموسيقى اللي بيحطوها وهيك وهيك، أخذت له واحد على جنب قلت له منك محفظ، قال لي مبلا قانون زبير الزبير، كيف عرفته؟ قلت له هاي الموسيقى بتعمل هيك وإيديك باردين، قال لي إيه بس وصلت اشتغل هون صار فيي هيك، غيروا الموسيقى اللي عم بتحطوها، هالسيارات المفحمة السوداء، عوانيتكم سود، انتبهوا، ولا حياتنا كلها نقاش، نعم وقبر متر قماش ونقاش. نجحي قال له اعمل لي الكفن تبعي، عملوا له الكفن نجحي، قال له وين الجايبة ولا؟ قال له هديك ما في جايبة، رايح تاركهم كلهم هون. فإذا نطلب من الأردن ومن كل بلاد العرب على القليلة شيلوا سبب هالسرطان اللي عم نحطه بالإنسان بهالمكانات كلها، بالمطارات، بالسوبر ماركت، بالمستوصفات المجانية، بيعمل لك فحص لصدرك وبعد 6-7 أشهر لو ما عملنا الفحص ما اكتشفنا عندك سرطان، ميرسي دكتور، بيعمل لها فحص ببلاش تيطلع رئيس تيطلع وزير. كل الدراسات بتفرجي انه الفحص بيزيد نسبه السرطان. نعم. بسبب الاشعه اللي عم يحطوها. ف لايف انرجي، لايف انرجي نفس اللي كلنا عم نقول عليه، لايف انرجي، كيف في بنتبه بالضبط هالطاقه كيف ماشي بالجسم، وين واقفه وين ماشي، وبصححها بترجع التوازن. نفس الشيء، وين هي طاقه الحياه؟ شو عملنا فيها؟ وين صارت؟ بهالدراما اللي عم بتحطوها على المحطات المنحطة، بهالمسلسلات اللي عم بتسلسلوا حالكم فيها يا عار العالم، أبدا ما في ولا أي مؤسسة إنسانية، سألوني بلكون ولا مؤسسة إنسانية اشتغلت فيهم وبالملايين دفعتوا بالمليارات، كلهم كذابين بيشحدوا وبيقول لك عم نعمل هيك عم نعمل هيك، ما رح سميهم حس بيعملوا بيب بيب بلا اخلاق وبلا ما في ابدا، راحوا كلهم، جيب لي انسان، ما بدي مؤسسات انسانيه، بدي انسان، ما بدي لبنان، بدي انسان، ما في لبنان، جيب لي انسان، بعده لهلا ديوجين حامل قنديله وعم بفتش على انسان، وانا هيك حامل قنديلي وعم بفتش على شي 10 بهالثلاثه مليار مسلم، وما بدنا مصاري، مليارات تحت صرميتي، وبعتذر من صرميتي، وهو عربي. الله يقويهم، يعني اهل سوريا هلا الله يقويكم، انه شيلوا هالفتنه وحطوا ايديكم بين بعض، كلمه سيني سني شوعي شيعي علوي ما بعرف شيلوها من الخارطه، هاي هي الفتنه اللي عم يستعملوها، انتبهوا انه الحكومات اللي بتمثل الاسلام هي اكبر عميل لامريكا واسرائيل، وبينما يعني ما في حكومه كامله واكيد في مشاكل لازم تنحل، لكن حكومتكم الوحيده يلي عم تدعم فلسطين، الوحيده يلي واقفه في وجه اسرائيل بين الدول العربيه للاسف. انتبهوا، هذا في الميزان بينزل، سوريا ما عليها دين بالميزان بينزل، عزيزين ما لازمكم شيء عندكم صناعات بالميزان هذا موجود، صلحوا ويكون في رحمة، يكون في رحمة، يعني حتى هالحاكم لو ظلم كثير لما نشيل هالحاكم باحترام وبرحمة
وأخطأ بسببي لأنه أنا كنت ساكت، لكن مش بالطريقة يلي عم بتصير. كل هالضحايا اللي عم بتروح كلها من أهلنا وقرايبنا، والشرطي يلي عم يدافع عن البلد عن الأرض. يعني لو إجا حرامي على البيت بتروح بتنادي الشرطي، أنت عم بتهاجم الشرطي هلأ على أساس إنه هو الحكومة؟ كيف صارت هاي؟ ابن عمي وأخوي، ما هو هاي مؤامرة هلأ كل أمة العرب بس يفوتوا على المغرب بدهم ياخذوا موريتانيا، بس يفوتوا على الأردن كلها بالأردن. شوفي مريم، بلشت بلاد الشام والنيل كلها لإسرائيل، من كل وين بدهم ياخذوها. بلشت ما بتضاين، بلشوا قناة الفتنة وقناة الفضيحة العربية بسببنا. بلشوا يحطوا على أساس يعملوا فتنة بالأردن هذا الكلام، وإحنا قاعدين بالبيوت نفس الشيء. ما هي الأردن صغيرة كتير، فمنشوف على التلفزيون إنه في شغب وفي تكسير وفي هيك. يا عمي وين؟ ما هي جمنا هذا، بنحكي تليفون إنه وين في شيء؟ شو الجواب؟ هذا اللي عم يحطوا فتنة بقنوات القنوات العربية، وواشنطن بلشت تحكي إنه بدنا نغير حكومة من هذا الكلام. ما بنوقع بالفخ، إحنا إيدينا بإيدين بعض، ما بدنا منفك. وأهلي وقريبي والملك وشو ما كان مين ما كان، كلنا أهل واحد. والغلط بإيدينا كلياتنا بنصلحه إذا كان في سواء فسادات أو شو ما كان. المهم نحكي تليفون نقول لهم إنه شو عم بيصير، وين مزبوط في تكسير وهيك. الشعب يقول الشرطة ما إلها علاقة، إحنا مع الشرطة واقفين. يلي بيكسر سيارة يلي بيكسر شباك بنكسر رجله، هاي مال عام ومال ناس، وإحنا كلنا إخوان وقرايب. ما فيها هيك، لازم تكون بكل بلد عربي. بلد الإخوة عم تقتل بعض وبعدنا قايين وهبيل. ما كنا هيك بالضيعة يا أخوتي. كانت أمي إذا بتعوز شي بتصرخ صوت وبتجي شهيدي لعند أمي بتولدها. في عوني، كان كل الناس تعاون، صار العوني حزب بيتفق مع المسلم بيتفق مع المسيحي. وين المصاري؟ بس ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فينا نعيش بقليل ماديا يا أخوتي وبلا مال، بس ما بقى ترموا مجوهراتكم للخنازير. اجيت وحدي لعندي لبس سرمية $6,000، اعطيتها كتاب قال اقرأ واذا عجبها تشتري. ويك اب يا عرب، انت قيمتك بالسرمية وانت راكد ورا الحرمية اللي لابسه هالسرمية؟ ابدا ما بقى في كلمة مجانا نشيلوها. الذين جاهدوا باموالهم وبانفسهم، الوحيدة بهالامة العرب هالمرة، كل ما املك وحياتي وكلها، لأن عشت بجماعات. شو عم تعملوا؟ الجماعة بدنا نلاقيها، والأرض موجودة والمال موجود، بدنا الجماعة. مين منكم بحب يكون بجماعة؟ مش جاي يقضي وقتي معي. تلفنت لي وحدة إنه بدها تعيش معي وبتاع، سكرت لحشت. بدي ناس إذا عشتي معي أسبوع ترجعي تروحي تغيري هونيك مطرح ما انت. يلا يلا ومعه بدنا تغيير تغير الضمير. سو منركز عليها كتير وكتير، forgiveness المسامحة الغفران. ما بيصلح اي شيء الا اذا نظفت منها مين مكان كل شخص قديش، سواء تعون الدين ولا تعون الكذا ولا هذا. هالشي اللي حامله بده يكون فيه غفران. لو عملت كل التأملات يلي في الدين، لو عملت كل شيء رح أضلني عن نفس الحفرة إلا لما أقدر خلص. ويلي ما بيسامح ما بيقدر يوثق، وإذا الحياة بلا ثقة ما لها قيمة، بضلني قاعد هيك مثل الموسوس ما في. والثقة من الله، خلص بتعلم درسي وبرجع بوثق بس بحكمة وبعرف كيف أتصرف، بس بلا ثقة ما في حياة. دائما ما نتأمل، يعني no expectation، لكن في trust، cosmic trust، divine trust. خلص هيك من هالأرض، كيف مثل هالقطة أو هالكلب أو هيك بكون نايم على هالأرض. يعني فرج على هالكلب لما يكون نايم مسترخي، ما في عضلة بجسمه مشدودة، مسترخي بشكل منه معقول. هاي الترست، خلص عنده ثقة، عنده قدرة إنه يقعد يسترخي بشكل كامل، خلص موجودة. ف يعني على رأس كل إشي نيالو اللي عنده شيخ يا أخوتي، اللي ما عنده شيخ شيخه الشيطان. وين هو هالشيخ؟ ليش ساكت؟ المرشد يعني، مش شيخ بتاع مسلم مسيحي وين. لا المسيح مسيحي ولا محمد مسلم ومحمدي. الإسلام هو الفطرة لتكن مشيئتك. بلشوا هلأ عم بيحطوا على الحيطان إنه نحن هيك موحدين، وهيدي كلمات بس لا تتعدى اللسان والأذان. حضروا 4 أشرطة حطيناهم سوا بالأردن، ممنوعين لحني على الموقع بالعربي وبصوتي وبشكلي.
وتعودتوا علينا خلص، ما بقى تشوفوا قديش عمره وانا شو لابسه وما بغير ثيابي. خلصنا، طلعوا بالظاهر مش بالمظاهر. السخيف بده مظاهر، الصورة البرواز السخيف. سو بنظف يلي جوا، ما بعود في عندي طائفية، ما بعود في أحزاب، ما بعود في كراهية بين الديانات، ما بعود في ولا إشي، خلص راحت كليا. شلوها كل هالديانات وكل هالمذاهب، كلهم شلوه خلص. قبل كلها وشو كان في؟ أنا ومنيك. والشغلة الثانية هلا قلنا علم المسامحة على الفورجيفنس. الشغلة الثانية وأظني هاي هي مشكلة العرب بشكل خاص، البشر موجودة عندهم لكن الغرب تغلبوا عليها، لكن هاي هي مشكلة العرب بشكل خاص، يلي هي عدم وجود احترام. احترام بكل معنى الكلمة للشخص يلي قدامي مين ما كان، شو ما كان، صغير كبير، طائفة مش طائفة، ذكر أنثى، مين ما كان هالشخص يلي موجود قدامي، احترام لإله، كيانه، شخصيته، الشيء يلي بيعمله صح ولا غلط بغض النظر شو ما كان رأيي، احترام كامل لهذا الشخص. بشكل خاص الأشخاص يلي بيكون في عندهم خجل اجتماعي كتير، والعرب بشكل عام موجودة كتير، لكن منلاحظ انه دائما كل واحد حاطط نفسه بمكان الضحيه، انه انا يعني غضبان من هذا لانه ما بيعمل هيك، وغضبان من هذا لانه ما بيعمل هيك، وهذا لانه عمل هيك، وهذا لانه عمل هيك، بيفكر نفسه انه هو الضحيه. لكن الحقيقه وين؟ الحقيقه انه المشكله انك انت ما عم تحترم هالشخص اللي موجود قدامك. تفرج في عينه هالشخص اللي موجود قدامك وخلي هالاحترام كيف يكون ماشي، ومكمل فيها لانه موضوع كثير مهم، يعني هاي من اهم شيء. ممكن احلى صوره بعثتوا لي اياها واحد واقف قدام المرايه عم يسلم على حاله، بس اليوم احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي. Thank you.